طنجة نيوز تتمنى لكم رمضانا مباركا سعيدا. يا ربي بلطفك يا مرتجى ألطف بنا وهيأ لنا فرجا، سألناك يا ربي بالقرآن وما فيه وبسبع المثاني وبالذي أتى به وبثه وبالجل آياته وحبه وأمر بحبنا القرآن، فكان أطيب لنا من مكانا نزلته وبجمعه أمرت، فلتحفظه يا مولانا كما قلت، فقد حاول الغير على تركه وهل تسمح يا مولانا بفعله، فلا نرضى بتركنا القرآن لأنه الدين مع الإيمان، فقدره عندنا لا يساويه كل الوجود وما احتوى عليه، فالقرآن هو عين الحقيقة والشريعة والعروة الوثيقة، أنت تعلم بحبنا القرآن وكيف حال القلب مع اللسان، فامتزج بدمنا ولحمنا والعروق والعظام وما فينا، أيا ربي بحقه لا تفجئنا في ديننا يا ربنا لا تفتنا، يا ربي أجعل لي دينك فرجا إنه واقف ببابك يرتجى، أو الغريب يا ربي لأهله قد ألام الفراق بأحبابه، أدركه يا ربي قبل وفاته وازد لنا يا ربي في حياته، واجعل ديارنا ديارا أمنا واحفظنا من كل مكر ومحنة، وأيدنا يا مولانا بروحك ووفقنا يا ربنا لأمرك، وارحم منا الكبار والصغار وأمنهم فطرهم خيرا، واصلح لنا دنيانا مع الدين وفرج كرب المكروب والمسكين، واغفر ربي لمن دعا بدعوانا وكلنا ولي جميع خلانا، ونهض بنا لشهود الجمال وما له من أسرار الكمال، وصلي يا ربي صلاة تنطلق بالمصطفى وعلى الأهل تصديق، وأصحبه وانصاره والتابعين، ثم الحمد لله رب العالمين.